لقاء يمثل قيمة وأهمية كبيرة لكلا الفريقين. أمامنا دخول لاعب الفريقين ومراسم انطلاق هذا اللقاء، وأمامنا شارة القيادة اليوم لأصدقاء الشباك والهدفين أصحاب الخبرة والتجربة سالم فتحي المسلاتي روما قائد فريق النصر، وعبد السلام الفتوري العائد من جديد هو الآخر قائد تشكيلة فريق الهلال، وبينهما طاقم تحكيم لقاء اليوم بقيادة السيد مؤمن الراعي، وستمنح الفريق الفائز دفعة معنوية جديدة في قادم المواعيد. نتمنى أن تنتهي هذه القمة بكل وعودها، ونستمتع جميعا بمشاهدة حوار يليق بقيمة ومكانة الفريقين الكبيرين. جابوني ركنية أولى في وقت مبكر من انطلاق صافرة البداية لمصلحة فريق الهلال يتم التنفيذ، لكن ترجع تبقى الكرة هلالية من جديد، ترفع مرة أخرى داخل منطقة العمليات، لكن المتابعة حاضرة من خط ظهر فريق النصر. تعود الكرة يسار سالم روما، سالم يتقدم، سالم يحاول يتقدم يبحث عن مساعدة، تبقى الكرة لصالح فريق النصر، محاولة تسديد لكن تصدي ممتاز، تصدي ممتاز من كم. هذه المحاولة أمامنا على الصورة، سالم روما وترجع الكرة من جديد، ومحاولة التسديد لكن ترجع الكرة من يحيى الزيت، طارق السيطرة الآن، عبد السلام فيتوري الآن يحاول يمر لكن ما يتمكنش، محاولة تبادل الكرات بين عبد السلام فيتوري وبين باكايوكو. تهامي يلعب كرة من جديد لكن ترجع، تبقى الكرة لصالح فريق النصر عن طريق يحيى زليتني، عبد السلام الفتوري يلعب كورته لكن ترجع، وفرصة وفرصة لصالح فريق الهلال، لكن التغطية كانت حاضرة، يبقى الخطر قائم عن طريق باكايوكو. شوف عبد السلام الفتوري قائد الفريق عنصر الخبرة، شوف الكرة كيف رجعت من مدافعي فريق النصر وعادت من جديد اللاعب باكايوكو، باكايوكو الإيفواري القادم من أنوار الأبيار باتجاه عامر التورغي، من هناك عامر يحاول يمر كورته، اوه فرصه لكن تصدم وترجع من جديد، اوه فرصه مره اخرى لصالح فريق النصر، لكن تدخل كان حاضر، تدخل كان من كبلان لكن ايضا كانت في صافره. الهلال حاول ان ينهو بطريقه برازيليه جميله، لكن تصدي كان ناجح لكبلان، وحاول يتبعها عامر التورغي لكن ما تمكنش. اذا امامنا المحاوله من جانب اخر من خط ظهر فريق النصر من جديد، وترفع الكره اوه لكن ترجع، محاولة خطيرة كانت من جانب فريق الهلال، شوفوا الإعادة، كرة كيف كانت خطيرة، كالسيط يحاول يلعب كورته، لكن كان يقضي هذه المحاولة عبد الجواد رزق، انتبه متمركز في المكان الصحيح، شوفوا المحاولة، وأيضا عبد الجواد كان متمركز في المكان الصحيح، النصر، تمريرة جميلة، وفرصة، فرصة لصالح فريق النصر، فرصة هدف لصالح فريق النصر، فرصة ضاعت على فريق النصر. شوفوا التمريره كيف كانت من نانينهو بشكل ممتاز جدا، قام بدور صانع العاب، شوفوا سالم روما كيف مر بشكل ممتاز، لكن كورته اصطدمت بالعارضه، وحاول يحيى زليتني ان يتابع لكن المتابعه كانت متاخره، وكان تدخل في توقيت ممتاز من جانب خط ظهر فريق الهلال. اذا كاد فريق النصر ان يفتتح التسجيل عن طريق قائد الفريق سالم روما، فرصه ضاعت على فريق النصر، ندوين يلعب كورته، لكن عبد الجواد يبعد الكره، شوفوا الاعاده من جديد، وعبد الجواد لانينهو البرازيلي حاول يمر باتجاه سالم روما، سالم روما لكن متابعه كانت، ويعطي الحكم اللقاء على ركله جزاء لصالح فريق النصر. متابعة سالم روما وشلبي، حاول سالم روما لصالح فريق النصر في آخر دقائق الشوط الأول. إذن سنتعرف على صاحب من سيتولى تنفيذ هذه الركلة، إذن يحيى زليتني وحوار بينه وبين كبلان محمد كبلان، إذن يحيى زليتني وكبلان، وفرصة وهدف، هدف لصالح فريق النصر، إذن يحيى زليتني يفتتح التسجيل لفريق النصر. الممدد اللي تم الإعلان عليه منذ لحظات من جانب الحكم الرابع يحيى الوحيشي، شوفوا إعادة لركلة الجزاء بكل قوة، يحيى زليتني على يمين كبلان محمد كبلان، إذن مجدي يلعب كورته لكن ترجع وتعود لصالح فريق الهلال، ولكن تصطدم بخضها أحد مدافعي النصر أن يعيد الكرة لكن اصطدمت بصديره.
يتقدم شلبي يلعب كورته وباكايوكو، باكايوكو لكن تدخل، تدخل في الوقت المناسب. وماذا يقول حكم اللقاء؟ ركله جزاء، ركله جزاء لصالح فريق الهلال، ركله جزاء لصالح فريق الهلال. إذن ركله جزاء لصالح فريق الهلال. وحنشوف الإعادة بعد تبريره كانت باتجاه باكايوكو. تدخل كان من عبد الجواد رزق بهذه الطريقة. شوفوا الكرة وباكايوكو، والحوار كان بينه وبين عبد الجواد. كانت تبريره من أحمد شلبي. باكايوكو اللي قلنا أحرز نصف أهداف فريق الهلال. لركلة الجزاء اللي أعلن عليها حكم اللقاء السيد مؤمن الراعي. إذن في انتظار أن يستأنف الحوار. أعتقد ندوين وركلة الجزاء لصالح فريق الهلال وهدف لصالح فريق الهلال. إذن ينجح فريق الهلال في تعديل النتيجة. فريق الهلال أيضا مع بداية دقائق الشوط الثاني في تعديل النتيجة. إذن عودة الإثارة من جديد بعد ما أصبحت الكفة متعادلة على صعيد النتيجة بين النصر والهلال. حوار بين ديغا وبين سفيان. تعود لعبد السلام فتور من جديد. سفيان لمجد البديل اللي دخل في الشوط الثاني. هذه فرصة لصالح فريق الهلال لكن في اللحظة الأخيرة فرصة لصالح فريق الهلال. ركنية، شوفوا اللقطة الماضية، تدخل كان في اللحظة الأخيرة. ورغي تبادل كورته بشكل ممتاز عامر مع ديجا. ننهو وفرصة وهدف، هدف لصالح فريق النصر، هدف لصالح فريق النصر عن طريق القائد، قائد الفريق سالم روما. شوفوا لمسة البرازيلي ناننهو اللي قلنا لمساته مختلفة تماما عن باقي اللاعبين، كيف مر كورته أمام انطلاقة سالم روما قائد الفريق اللي وجد نفسه أمام كابلان محمد كابلان. إذن فريق النصر يستعيد نتيجة المباراة، أصبح يتقدم بهدفين مقابل هدف. مزيد من الأهداف، مزيد من الإثارة، ولا للتوقف المباراة من جديد حتى لا يقتل المباراة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ترجع من المقصي والتدخل لعبد الجواد رزق. سفيان بن عمران يلعب كورته باتجاه منطقة جزاء فريق النصر، تعود في الصافرة مصر. محاولة تسديد من بعيد والمتابعة، وهناك راية مرفوعة، هناك راية مرفوعة، كان المهاجم الإيفواري باكايوكو متسلل. تعود الكرة لصالح فريق الهلال من جديد، لكن عبد الجواد في توقيت ممتاز، عبد الجواد في توقيت ممتاز، هدفين مقابل هدف واحد. وفرصة، فرصة لصالح فريق النصر، فرصة لصالح فريق النصر في آخر اللحظات. بلقاء السيد مؤمن الراعي يطلق صافرة النهاية معلنا عن فوز فريق النصر على حساب جاري فريق الهلال بهدفين مقابل هدف. أشكر لكم حسن المتابعة والانتباه، ونلتقي بعون الله في مواعيد رياضية قادمة.